أهلا بكم. ألقت شرطة ولاية الجزيرة بدولة السودان القبض على امرأة تدعي النبوة بعدما أثارت ضجة كبرى على المستوى المحلي والوطني، وأصبح عدد المؤمنين والمريدين بها بالمئات. واستنادا لمصادر محلية، فإنه بمجرد القبض عليها قادت التحقيقات التي قامت بها الشرطة لتفكيك شبكة تنشط في مجال السحر والنصب والشعوذة، بلغ عدد أفرادها 30 من الجنسين ذكورا وإناثا. شهرة هذه المتنبية بدأت عندما شاع خبر رؤيتها للرسول عليه الصلاة والسلام في المنام، مما جعلها قبلة للمريدين والمتبركين، وكانت توهمهم أنها تستطيع علاجهم وشفاء أمراضهم وقضاء أغراضهم، الشيء الذي جعلها تنهي حياة شخصين في إحدى طقوسها العلاجية، وهو ما جعل الشرطة تتحرك لإيقافها. المشاهد تي في، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.